بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا أغلى وآراء متابعين في الدنيا. النهاردة عملنا حاجة حلوة خفيفة وبسيطة زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله عملنا جاتو شاتو بالكريم كراميل بطعم جميل وخفيف، وزي ما انتوا شايفين كده شكلها حلو وكيكة هشة وجميلة. تابعوا معانا بقى الخطوات ويلا بينا نبدأ الفيديو. يلا بينا نسمي الله ونبدأ ونشوف مكونات الكيك بتاعنا الجميل اللي احنا عملناه النهاردة. اول حاجة معانا هنجيب الخلاط، علشان هو ده الحاجة اللي احنا هنعمل فيها كل المكونات بتاعتنا وندمجها مع بعض. اول حاجة حط كوباية من الحليب وكمان كوباية من السكر، لاني بصراحة بحب يكون حلو زيادة، حابة تحطي كوباية الا ربع انت بقى ورغبتك. وكمان هنحط كوباية كمان من الزيت، حابة تخليها كوباية الا ربع، انا كمان ما مليتش الكوباية قوي، خليتها يعني اقل شوية، لان بصراحة الكوباية كاملة ممكن تكون يعني زيادة شوية، خلينا كده في المعقول. حطينا كوباية الحليب وحطينا كوباية السكر وحطينا كمان الزيت. بعد كده هنحط معانا ايه؟ هنحط يا حلوين معلقتين بس من اللبن البودر، هما موجودين عندي فهستخدمهم علشان اعزز النكهة وادي قيمة غذائية حلوة للكيك بتاعي. هي خطوة مش اساسية، لو مش حابة تضيفيها ما تضيفيهاش. ادي معلقتين لبن البودر، حاجة كده بس يعني عشان تزود القيمة الغذائية بتاعت الكيك بتاعنا. هنحط ايه كمان؟ هنحط باكت من الكريم كراميل. هنحط الباكت كله على المكونات اللي معانا دي، وبعد كده ناخد بقى ده كله ونضربه كويس قوي مع بعضه في الخلاط. بعد ما خلطنا المكونات بتاعتنا كلها زي ما انتم شايفين كده، شايفين القوام بتاعها ما شاء الله يعني تقيل وحلو قوي. تعالوا بقى ناخد منها كوباية حلوة كده نشيلها معانا في التلاجة. شايفين لونها عامل ازاي؟ هناخد كوباية نشيلها في التلاجة، والباقي ده بقى هنكمل عليه عجين الكيكة بتاعتنا. هنحط ايه؟ هنحط حبتين حلوين كده من البيض، زي ما انتم شايفين حبتين كاملين من البيض، وكمان هنحط عليهم الفانيليا. نزلت شوية من الخليط اللي كان على جوانب الخلاط كده، وهنحط بقى الفانيليا بتاعتنا. نحط 2 باكت من الفانيليا، او يعني معلقة صغيرة من الفانيليا علشان تدينا ريحة حلوة. وهناخد برضو ده كله ونضربه ضربة كويسة قوي في الخلاط. بعد ما ضربنا المكونات بتاعتنا كلها في الخلاط، هنجهز دلوقتي معانا كوباية واحدة بس من الدقيق. هنحط عليها باكت من الكيك شيف، او يعني معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهندخلها كويس. وبعد كده نجمع مكوناتنا كلها مع بعضها. هنحط المكونات السايلة، متأكد ان احنا نزلناها كلها، ما نخليش اي حاجة من الخليط الحلو ده جوه الخلاط بتاعنا. ننزل بقى دلوقتي بالدقيق اللي احنا نخلناه وعليه البيكنج باودر، ممكن كمان نحط ذرة ملح بسيطة كده علشان تظهر عندي الطعم الحلو، ذرة ملح صغيرة جدا لكن بتعدل لي الطعم خالص في الحلويات بتاعتنا. نحط بقى الدقيق كده ونحاول ان احنا نخلط كله بأي حاجة بصراحة، يعني بمضرب يدوي بقى بأي حاجة، المهم ان احنا ندمج المكونات الحلوة دي كويس قوي. جهزنا طبعا الصينية بتاعتنا وبطلناها بالدقيق، او ممكن تحط كمان ورقة زبدة. والفرن بتاعنا سخناه اكتر من 5 دقايق على 180 درجة. انا طبعا بجهزه قبل ما اجهز الكيك، لان الكيك ما بياخدش وقت زي ما انتوا شايفين. اديتها تقلبتين حلوين كده بالمضرب، وادي الصينية بتاعتنا. هننزل بقى كل المكونات الحلوة دي فيها كده، فطبعا مجهزينها ومبطنينها كويس بالدقيق. ريحتها اصلا قبل ما تدخل الفرن فعلا مميزه ولونها حلو قوي. نديها خبطتين كده وندخلها الفرن. الوقت اللي هتستوي فيه الكيك بتاعتنا هنبدا دلوقتي نحضر حاجه حلوه كده هنغطي بيها الوش بتاعها. طبعا احنا شلنا كوبايه من الصوص الحلو في التلاجة. هحط ايه كمان؟ عندي والله شويه كده من الكريم شانتيه، فجبت لهم يعني حوالي زي نص كوبايه ميه صغيره كده متلجه، وهحط عليها الكريم شانتيه اللي عندي، وهبدا ان انا اضربهم ضرب كويس واضيف لهم الصوص اللي في التلاجة.
بعد ما ضربت شويه الكريم شانتيه الحلوين دول وبقوا عندي بالشكل ده، هنزل عليهم بالصوص الجميل اللي احنا جهزناه في الاول من الكريم كراميل والحليب والسكر والزيت، وهنضربهم برده كلهم في بعض. هشيل بقى الخليط الحلو ده في التلاجة يبرد خالص، وكمان لو حطيته يعني في درجة اكتر من التلاجة، يعني لو في فريزر لحفظ الاطعمة لمدة بسيطة وحطيته فيه هيكون معايا افضل. وهبدأ اطلع الكيك، هو بقاله دلوقتي 20 دقيقة، هنطلعه من الفرن ونسيبه يبرد قبل ما نحط عليه الصوص الجميل ده. شايفين ما شاء الله الكيك بتاعنا حلو قوي، واختبرناه كمان قبل ما نخرجه من الفرن كده، شايفين ما شاء الله حلو قوي، مستوي وهش، وفعلا هو زاد لانه كان المقدار بتاعه قليل قوي في الصينيه دي، فبصراحه هو شكله كده كيك اسفنجي. هسيبه طبعا يبرد بقى شويه كده حلو، وبعد كده نحط الصوص ونشوف هنزينه ازاي ويطلع معانا بشكل حلو قوي وجميل، وبصراحه بيبقى طعمها رائع، حاجه كده خيال. بعد الكيكه بتاعتنا ما هديت طبعا من السخونه اللي كانت فيها، هنبدا دلوقتي نحط عليها الصوص الحلو اللي احنا عملناه. بعد ما غرقنا الكيك بتاعنا بالصوص زي ما احنا شايفين كده، هنجيب بقى كيس الكراميل اللي كان معانا في التلاجة ونحاول بقى ان احنا نعمل بيه خطوط كده نزين بيها وش الكيك بتاعنا. طبعا لما اتحطت في التلاجة يعني بقت متماسكة شوية، نقدر ان احنا نعمل بيها الخطوط اللي احنا عايزينها. تعالوا بقى كمان نعمل شكل حلو كده. وده هيكون الشكل النهائي للكيك الحلو بتاعنا بعد ما زيناه وطلعناه بالشكل الحلو ده. تعالوا بقى كمان نقطع منه قطعة كده ونشوف، المفروض ان احنا ندخله التلاجة شوية قبل ما نبدأ نقطعه. شايفين بقى شكل القطع بعد ما قطعناها، ما شاء الله شكلها حلو قوي، كيك كأنه كيك اسفنجي وكأننا عاملين تورتة. هو ده بقى الجاتو شاتو اللي بالكريم كراميل بأحلى طعم وبأسهل طريقة.